أزمة اقتصادية متفاقمة تشهدها البحرين قد تضعها على حافة الإفلاس، فيما لو راوحت أسعار النفط العالمية حول مستوياتها الحالية، واستمرت سلطات آل خليفة بزيادة إنفاقها العسكري والأمني مع غياب الشفافية وشيوع الفساد المالي بين أوساط العائلة الخليفية التي تتحكم بموارد البلاد. المجنس يجي في الجيش وفي الشرطة، وإحنا نروح نشتغل في البناء. عمري 25، لمتى يعني بشتغل؟ متى بكون نفسي؟ أحد مؤشرات هذا التدهور الاقتصادي هو التخفيض الأخير لوكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني للبحرين بمقدار درجتين، ليصل إلى مستوى بي سالب مع نظرة مستقبلية سلبية. هذا التخفيض يعود إلى مخاوف المؤسسات الاقتصادية الدولية من عجز سلطات البحرين عن سداد ديونها البالغة قرابة 26 مليار دولار والفوائد المترتبة عليها خلال السنوات المقبلة، وهو الخطر الذي حذر منه المعارض والاقتصادي البارز إبراهيم شريف، حيث أوضح في تصريحات بأن فوائد الديون فقط ستستنزف العام المقبل نصف مداخيل البحرين من النفط، مشيرا إلى أن معدلات الاقتراض الحالية تعني أن دخل النفط سيذهب كله قريبا لخدمة الدين العام. ل 2019-2020 بنكون ندخل حالة عجز سنوية وليس فقط عجز اكتواري. وأما احتياطات البلاد من العملة الأجنبية فقد شهدت هبوطا حادا مقارنة بما كانت عليه عام 2014، إذ كانت تبلغ أكثر من 6 مليار دولار، لكنها انخفضت إلى أكثر من 2 مليار دولار بقليل، مما يعني أن هذا الاحتياطي لم يعد يكفي لتغطية واردات البلاد لشهرين متتاليين بعد أن كانت تغطي في السابق فترة 6 أشهر. الأزمة الاقتصادية إذا ما أضيفت إليها الأزمة الأمنية التي تمر بها البلاد تشير إلى أن البحرين أبعد ما تكون عن الاستقرار في ظل الفساد المالي وسياسات القمع الخليفية التي لم تفلح في إسكات صوت الثوار المرتفع في مختلف القرى والبلدات البحرانية.